بسم الله. قدمت استقالتي في الام بي سي بعد 10 سنوات بسبب انتفاض الاقسام، ثم خانوا العهد وانا لا احترم خان. السلام عليكم شباب. رجالا بشنباتهم تسكت امام الراتب، انا لا اسكت امام اي شيء. 20 ثانية. هذا موضوع الجزيرة، قدمت استقالتي وغدرت. بعد العربية قدمت طبعا باي باي سلام عليكم. عبور السبيل، وما أجمل عبور السبيل لما تكون سيد نفسك، لما تكون ما عندك شيء تخسر. يعني أستاذ ظاهر، أنا خشيت أن أخسر نفسي، لذلك ما عندي شيء أخاف أن أخسر. أرحب بالإعلامية كوثر بشراوي ضيفتي في الاستوديو. أهلا بك سيدة كوثر،